ولإعداد ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية، تضع أكاديمية الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة منذ لحظة التحاق الطلاب بكلية الشرطة، بما يؤهلهم لاكتساب المهارات المطلوبة لرجل الشرطة القادر على تحمل أصعب المهام. في عهد ما بيننا يا بلدي وكلنا مد فيه، من أول يوم والآخر يوم واليوم الدين دايما جاهزين. أكاديمية الشرطة تتفرد بين مثيلاتها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا لإخراج ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية، متسلحا بما اكتسبه من احترافية خلال فترة دراسته بالأكاديمية. دايما جاهزين، اطمن دايما أولادك يا بلدنا شتان. وتحرص الأكاديمية على انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بها من خيرة شباب الوطن بكل حيادية وموضوعية. ويا مصر الوطن وانت بتمشي في كل مكان، أنا عيني عليك، أنا هدفي انك تعيش في أمان. وقد نظمت الأكاديمية احتفالية للمقبولين للالتحاق بها للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريج كليات الحقوق ذكور وإناث، وخريجات التربية الرياضية والتخصصات الجامعية المختلفة، وسط فرحة كبيرة من أهالي المقبولين. كان أمنية حياتي وأمنية حياة حسام إن هو يعني ربنا يكرمه ويدخل، وربنا الحمد لله حقق له أمله، فالحمد لله والشكر لله. وده كان حلم وحلم حياته، ولو كان معايا 10 من الصبيان كنت قدمتهم. إحساس جميل إن أنت تحس إن حلم بيتحقق قدامك، وإن ابنك بيوصل لحاجة هو نفسه فيها وأمل هو عايز يحققه. فرحانة جدا، بتمنى له كل خير هو وزمايله، وبقول يا رب يوفقهم بإذن الله. مع كل خطوة يخطوها الطلاب المقبولين إلى داخل أكاديمية الشرطة سيتغير معها مجرى حياتهم إلى الانضباط في ضوء برامج تدريبية وعلمية ستطبق عليهم خلال فترة الدراسة لإعدادهم الإعداد الأمثل لحمل مشعل الأمن والأمان. كنت طالب في الثانوية العامة وجبت 93.4 ودخلت كلية الطب القصري العيني، الحمد لله ربنا حقق لي حلمي والتحقت بكلية الشرطة. أنا أول ما سمعت إن كلية شرطة طلبت تخصص حقوق سمعت إن أنا أقدم، وهيأت نفسي بدنيا ونفسيا. دايما جاهزين، اطمني دايما أولادك يا بلدنا شتان، وعيوننا بتسهر على راحتك وعلى استعداد دايما جاهزين. لا يخلو حديث الطلاب والأهالي من تأكيد على فرحتهم بحلم تحقق لهم بالالتحاق بكلية الشرطة بعد اجتياز كافة الاختبارات المحددة واعتزازهم بالانتماء لهذا الصرح الأمني المتميز. مش قادر أوفي الإحساس اللي أنا فيه. كلية الشرطة منبع الشهامة، الكلام ده أنا بقوله لأني جربته في ابني وهو بيستشهد. اتعلم الكلام ده هنا، الرجولة والوطنية اتعلمها في المكان ده. أنا مبسوطة جدا إن أندرو دخل كلية الشرطة، لأنه هو شاب مكافح، فخورة إن هو هيخدم وطنه وهيخدم البلد، ومصر حلوة خالص بولادها. دايما جاهزين، اطمني دايما أولادك يا بلدنا شتان، وعيوننا بتسهر على راحتك وعلى استعداد دايما جاهزين. وقد أعدت كلية الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة لإعداد الطلبة الجدد الملتحقين بها للانخراط في الحياة الانضباطية الجديدة، وبما يؤهلهم عقب تخرجهم لحمل رسالة الأمن السامية بكل احترافية. ويا مصر الوطن وانت بتمشي في كل مكان، أنا عيني عليك، أنا هدفي انك تعيش في أمان، أمنك وأمانك عهد علينا احنا خدناه دايما جاهزين.